الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت تدشين قطاع للإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، يعني تفتح القناة كده تتفرج على وثائقيات. وأنا أصلاً أحب الوثائقيات دي قد عيني. طيب، رئيس القناة الوثائقية كنت أنا بتكلم عنه بالخير على الهوا مع حضراتكم، وقلت لكم الكلام ده كان يوم وفاة الله يرحمه يا رب مفكرنا الكبير الدكتور صلاح فضل، وقلت انه حظي الرائع ان انا قابلت الدكتور صلاح فضل في بداية شغلي في الفضائية المصرية، وكنت بعمل برنامج اسمه كتاب الأسبوع، وكان كتاب الأسبوع من إعداد صديقي العزيز شريف سعيد اللي أصبح المخرج الكبير المعروف الآن. كان وقتها شريف مهتم بالإعداد وبالكتابة وما إلى ذلك، وحتى تكوكوها كان إخراج وائل طاهر. ده يومها أبص ألاقي الخبر ده المتحدة هتعمل قناة وثائقية وهتبقى تحت رئاسة صديقي العزيز شريف سعيد معايا على التليفون. ازيك يا شريف؟ ازيك يا يوسف، مساء الخير عليك ومساء الفل على كل المشاهدين. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد بص لله. برضو الدنيا لفت يا شريف، واشتغلت وثائقيات والإخراج ما خدكش من الشغل بتاع الكتابة والحاجات اللي زي كده، وبعدين بقيت كمان رئيس القناة الوثائقية، فكده كده اتورطت في الكتابة تاني يا شريف. يعني بص، هو أنا طول عمري من أنصار إن الكتابة ما بتنفصلش عن الإخراج بأي حال من الأحوال. عمر ما المخرج كان تقني وفقط. صح. في البدء كانت الكلمة. الله الله الله. طيب هل نحكي بصوت عالي زمان لما كنا أنا وأنت عند الدكتور ميلاد حنة؟ آه طبعا. ودكتور ميلاد طبعا اللي هقول أول ما شاف شريف من هنا الله يرحمه يا رب، يعني الدكتور ميلاد كنا عنده في البيت، والكلام ده كان سنة 99 2000 حاجة كده، وشاف شريف من هنا وبعدين بصله قال له شوف بعد 7 سنين انت هيحصل لك حاجة كبيرة قوي هتغير حياتك. ادي واحد. اتنين، شريف عنده شامة كده وحسنة فوق حاجبه، قال له انت ربنا هيدي لك حظ وهتبقى حاجة كبيرة بس انا مش هبقى عايش. فاكر؟ فاكر طبعا، رحمة الله عليه دكتور ميلاد، وكنا في بيته في المهندسين. صح. وكنا بنسجل عن حلقة عن كتاب قبول الآخر. أيوة. وكان برنامج مقدمات وذكريات، وكان على الفضائية الثانية برئاسة ربنا يديها الصحة وطولة العمر مدام في ضيق حياتي. صحيح، يا رب يديها الصحة. ربنا يديها الصحة. كانت أيام جميلة، وكان جداً. أول شغل ليا قالوا لي في مذيع شاب لسه هيجي بقى وعايزينك تعمل له شغل وانت اول مره اعداد وهو اول مره مذيع. صح. فلقيت شاب داخل عليا كده اسمه يوسف الحسيني. اه زمان، شاب زمان. زمان. يا خبر ابيض يا شريف، احنا داخلين على 25 سنه صداقه واخوه وشغل. طب بقول لك ايه، انا ما هنا بقى محتاجين احنا كمشاهدين ونحن نتحدث انا وانت على تداعي ذكرياتنا سوا، فالمشاهد هيجي يقول لنا يا جماعه كلمونا عن القناه الوثائقيه الجديده. رئيس القناه الوثائقيه الجديده المخرج اللامع ومخرج الوثائقيات البارع شريف سعيد، هتعملوا ايه؟ هو الحقيقه الخطوه اللي احنا فيها دلوقتي امتداد لخطوه بدات في فبراير 2018. صح. مع تأسيس وحدة الأفلام الوثائقية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكانت بدأت بتجربة بدأها فردين، أنا وزميلي العزيز الإعلامي أحمد الدريني اللي هو دلوقتي رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة. صحيح. على مدار 4 سنين قدرنا الموضوع يكبر خطوة بخطوة، وتوسعنا وقدمنا أكثر من 50 فيلم وقطع وثائقية، تجربة الحمد لله رب العالمين أشاد بيها يعني كثيرون داخل وخارج المجال. وبعد ال4 سنين دول ارتأت إدارة الشركة المتحدة إن هي تتوسع في التجربة، فكان الطرح بإنشاء قطاع للإنتاج الوثائقي ينبثق من تحت قناة وثائقية. هي أول قناة وثائقية مصرية.
طبعا الخطوة دي بمعنى توسعة الإنتاج، تنوعه، استنهاض صناعة وثائقية أصيلة في مصر. كان في العقد الأخير شهدت انخفاض في منحناها وان اوان استنهاضها، وده الدور اللي بتقوم بيه الشركة المتحدة حاليا. صحيح. مش بس كده، كمان استنهاض الصناعة مش في الشركة مش عبر الشركة المتحدة فقط، في كل كوادر الصناعة في مصر داخل وخارج الشركة المتحدة. وبالتالي هتتعاون القناة الوثائقية الجديدة المملوكة للمتحدة مع شركات ومنتجين الوثائقيات. مع كل صناع الوثائق حلو. الوثائقيات في مصر. حلو. أنت بتفتح سوق جديد وبتنمي الصناعة وبتعمل على إيجاد منتج متميز وخلق وضع تنافسي، وبتتوجه للمشاهدين في مصر وللمشاهدين في العالم العربي. فإن شاء الله تجربة بإذن الله، يعني بنأمل إن هي تكون حاجة محترمة جدا ونكون عند حسن ظن المشاهد طيب، المصري والعربي. البعض قد هيظن، بس انت واضح انك حسمتها الجملة دي برضو الحقيقة بمنتهى البراعة والذكاء. البعض هيظن انه هتعملوا وثائقيات يا جماعة في القناة الجديدة اكيد هتبقى وثائقيات سياسة، بس انت قلت لا، احنا انتاجنا هيبقى متنوع. صحيح. وانا بس في نقطة، يعني هي في ليه بنسميها سياسية؟ ممكن ليه ما نسميهاش وطنية؟ ما هي في موضوعات وطنية وفي موضوعات فنية وفي موضوعات تاريخية وفي موضوعات تنموية. الوثائقي قماشة واسعة جدا. يعني ممكن نلاقي مثلا وثائقيات حول المنسيين على أو عن في شاشة السينما المصرية، في كثير من الممثلين الكبار اللي طالما أثروا حياتنا بس الناس نسيت أساميهم، بنشوفهم بس على أفلام الأبيض وأسود وما بنتذكرش الاسم. هل وارد نعمل حاجات زي كده؟ أنا عايز أقول لك حاجة، مثلا من خلال الخمسين فيلم اللي قدمناهم مثلا في الأربع سنين اللي فاتوا، كان فيهم فيلمين، مثلا واحد عن المسرح القومي حلو جدا في مئويته، وواحد عن حكاية الفرقة اللي هي فرقة المسرح القومي. فإحنا بنقدم قماشة متسعة جدا. حلو قوي قوي قوي. مش في حاجة بعينها. وكان من ضمن الخطوط اللي احنا مشينا فيها إنقاذ الكنوز الوثائقية المنسية. يعني مثلا، وده اللي حصل السنة اللي فاتت في فيلم عالم نجيب محفوظ اللي كان من إنتاج القناة الرابعة في المملكة المتحدة، وكان إنتاج سنة على ما أذكر 89 ومنسي ومحدش يعرف عنه حاجة. صح. وخدنا رحلة طويلة جدا عشان نحصل عليه ونوصل لصناعه ونحصل على حقوقه ونحصل على حقوق عرضه داخل القنوات المصرية. عايز أقول لك إن فيلم زي ده طبعا كان فيه الأستاذ نجيب محفوظ رحمة الله عليه الأديب العالمي، وكان معاه الأستاذ الكبير رحمة الله عليه جمال الغطاني طول طبعا. الفيلم كنز فريد، كان منسي من سنة 89. عايز أقول لك إن حدوتة وصولنا للفيلم ده والأول نوصل لصناعه عشان نبرم معاهم تعاقد من خلال الشركة المتحدة فنرجع الفيلم لمصر، الفيلم ده في حد ذاته ونرممه قبل عرضه، الفيلم الحدوته دي في حد ذاتها فيلم. طبعا. يعني يا ريت تكونوا صورتوها يا شريف. احنا فعلا عملنا كمان سكايب مع مخرج الفيلم عشان نوثق الحدوته دي، وده تعرض في ذكرى ميلاد الاستاذ نجيب صحيح. محفوظ السنه اللي فاتت. ومع كل مناسبه تخص الأستاذ نجيب رحمة الله عليه، أنا معلش أنا بحب أقول قبل اسمه أستاذ برغم أن اسمه أكبر من أي لقب. صحيح صحيح، عندك حق. بيتعرض الفيلم وإحنا فخورين أن إحنا أنقذنا الفيلم ده، وإحنا ضغط إحنا ماشيين فيه بشكل مستمر، هو إحنا كلنا منحزين وإن شاء الله هيطلع للنور يعني قطع مشابهة بإذن الله. كلنا دايما بطبيعة الحال منحزين للأستاذ نجيب محفوظ، بس أنت انحيازك زيادة عشان أنت من العباسية برضو، ففي انحيازات زيادة كده. مش من العباسية بس، أنا أصلا من الجمالية. الله. يعني اللي هو من قلب قلب يعني قلب الحيين اللي نشأ فيهم وعاش فيهم. طيب أنا ليه عندك بقى طلب
اعتبرها وصيتي قبل الأخيرة، لأن أنا مش عارف الأخيرة هتبقى إمتى. عايزين دوكيو سيريز يا شريف، المسلسلات الوثائقية اللي هي ما بين الوثيقة الأصلية وما بين التمثيل. وعمرو زكريا بعت لك سلامات. أنا بس مش عايز أكون بأفصح عن أسرار عمل، بس ده بيحصل بالفعل. حلو قوي، الله ينور. ده بيحصل بالفعل، الله ينور. وسلامي لعمرو زكريا المخرج. اه بالظبط، يعني تخيلي دي برضه بتبقى من ضمن المشاكل، انك بتتكلم مع زميل وصديق ورفيق مشوار، فتلاقي كله عمال بيسلم، فانت كل زمايلك واصحابك هنا يوه ما اقولكش، فكله بعت لك السلامات وكله فرحان بيك وفخور بيك. ربنا يبارك فيهم جميعا. ربنا يخليك يا شريف، ونشوفك على خير باذن الله. ربنا يوفقك ويوفق كل فريق العمل اللي معاك باذن الله في قناتنا الوثائقيه الجديده التي اطلقتها الشركه المتحده. كل الشكر لزميلنا وصديقنا ورفيقنا شريف سعيد، المخرج والكاتب بالمناسبه، عشان شريف فعلا كتوبه يعني.